Happy birthday to you. عايزك تجاوبيني بصراحة، باباكي أو أخوكي يعرف السر اللي بيننا؟ السر اللي بينها وبين أبوها في خالد. إحنا لازم ننسى اليوم ده باللي حصل فيه كله. خايفة على سمعتك؟ خايفة على سمعته هو. هو أنت فاكرة إن أنت كنت ممكن تعملي كده وأنت على ذمتي؟ إذا الشك دخل في قلب الراجل يبقى العلاقة أنت. أنا هفضل في نظرهم ست بتخون جوزها. يا ملكة جمال الكون، هستناك بكرة الساعة 1 الظهر في الركن البعيد الهادي. انت مين وعايز ايه؟ عايز احطهم هما الاتنين في السجن. مش هيحصل ومش هنولك اللي في بالك ابدا. هو انت عملتي فيه ايه خلاه يتصرف معاكي بالطريقه دي؟ حبيته. انا سامعه مكالمه الدكتور بوداني. دكتور مين؟ انتوا هتجننوني؟ انت اللي قرر اللي كانت حامل. صبر عليا، مضحوك عليكي زي ما كان مضحوك عليا بالظبط. قعدنا 900 سنه لا دخلنا نيابات ولا اسامي، وفي ليله واحده كل عيالنا يتحبسوا. لا وكمان بقت ترند. انا بس بحاول افهم احنا بنتعامل مع مين. البيه كان بيراقبك. انا عمري ما هسامحك على العمله السوداء اللي انت عملتها دي. انت عارف ايه اللي يولع في الست؟ اتجوز. احنا تلعب بينا، احنا تضحك علينا. اتفضل. دي كانت خطه محكمه. ده انا جاي النهارده مخصوص عشان اتصور معاك. اخلعني. انت شفت حاجه؟ ربنا يكفيك شر قلبك اللي تكره بعد ما تعب. يوترن في رمضان على قناه مصر الاولى.